طهي الخشب ببطء داخل فرن مصنوع يدويا في أعماق الغابات الإنجليزية. إنها تجربة لتحويل الخشب إلى فحم نباتي، وهي أحد الحلول لمكافحة الاحتباس الحراري، إذ أن حرق نفايات المصانع أو تركها تتعفن ببساطة يحرر ثاني أكسيد الكربون في الجو، فيما أن عملية الاحتراق البطيئة هذه الخالية من الأكسجين تحبس الكربون في الفحم لمئات السنوات بحسب الخبراء. نأمل أنه في وقت معين ستصبح ممارسة شائعة في قطاع الزراعة، لأنها لا تسمح بتسوس فائض الكتلة الحيوية كما هو الحال اليوم ولا تحريقها. يمكن القيام بشيء مفيد بها وتحقيق أرباح على المدى الطويل إذا أعيدت إلى الأرض. كما يعتقد الخبراء أن دفن الفحم النباتي في الأرض يسمح ليس فقط بمنع انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن أيضاً يزيد من خصوبة الأرض، وبهذا يمكن بيعه كسماد أو استعماله لربح أسهم في بورصة الكربون العالمية. ومع هذا يعتبر بعض أخصائيي البيئة أن انتعاش سوق الفحم النباتي من شأنه أن يكون في غاية الخطورة على البيئة. إذا أردت استعمال الفحم النباتي لحبس ثاني أكسيد الكربون في الأرض ستحتاج إلى مساحات كبيرة، ولكن لا يمكنك استعمال الأراضي الزراعية فهي تستعمل لإنتاج الغذاء، كما لا يمكنك استعمال الأراضي الغير زراعية أيضا، إذا لا يبقى إلا الموائل الطبيعية أو الأنظمة الأيكولوجية. في الساعة يتم إجراء التجارب على نطاق ضيق، والهدف هو مساعدة المجتمعات الريفية الصغيرة وليس استعمالها لأغراض تجارية ضخمة.